بغيتي القبول الرائع بغيتي العشوب ديال القبول بغيتي انك تكوني مقبوله فيما مشيتي آه الناس اللي عندهم نحوسات وما تنجح معاهم حتى حاجه الناس اللي عندهم مشاكل في الزهر والميمون آه بغيتي تكوني تجلبي اي شخص ويكون عندك قبول بغيتي تجلبي العمل تجلبي الزوج ديالك تكوني ايجابيه مع الناس ديري هذا القبول ولكن هذا القبول كله بخمسين درهم ولكن لمشيتي عند فقيه ولا مشيتي عند كاهنة غادي تعطيه لك بالتمن تعطيك صريرة صغيرة تعطيها لك بالتمن ولا فقيه غادي يعطيك صريرة بالتمن إذا بقاو معايا مع هذه الوصفة وقبل ما نبدا نصلي على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما قبول او تبخيره او كما بغيتي تديري لهذا القبول غادي تشري هاد المكونات اللي غادي نقول لك وغادي ان شاء الله ديريهم نصهم تبخري بهم ونصهم غادي تبخيهم وتعومي بهم وتهزي معك صغيرتك إن شاء الله تكوني مقبولة أينما رحتي الطردي العين الحسد جلب الرزق تكوني إيجابية فيما مشيتي يكونوا يبغوك الناس بقوة تكوني عندك واحد الشخصية عندك الثقة في النفس عندك مهما قلت لكم على هاد هاد العشوب رائعة وأكثر من رائعة إذا غادي نعطيكم الصيغة كلها إذن عندنا حبة العشق خذوا ورقة وقلم وكتبوا لأن هاد العشوب هادشي هاد العطار يجمعهم لك وغادي إن شاء الله ديريهم ونعطيكم القراءة ديالها ديال هاد الصريرة والقراءة باش عمو والقراءة ديال التبخيرة إذا توكلوا على الله وصيروا عند العطار العطار يكون قبلي العطار يكون زهور يكون زاهر والقبول لابد غادي تاخديه ان شاء الله خمسين درهم تخليك منورة بالعينين وتعطيك واحد طاقة ايجابية لانك غادي تخدمي سرايرسك بيدك وقبولك بيدك لان إذا خدمتي شي حاجة بيدك عارفة شنو كاين ما تقرأ لا لا طلاسم ما تقرأ لا حاجه غادي تقرأ لا غير كلام الله ولكن عشوب غير دي الله إذا توكلوا على الخالق ونعطيكم هاد هاد البخور الطيب حبة العشق خمسة دراهم غادي يعطيك خمسة دراهم دي حبة العشق يعطيك النصر خمسة دراهم هاد النصر غادي يعطيه لك خمسة دراهم هو الشوتي تبري ها خمسة دراهم عندكم عندكم الحرمل الحرمل غادي يعطيكم جوج دراهم غادي يعطيكم لبان الذكر هيا لبان الذكر المسكة عندنا القرنفل عندنا ان شاء الله بحول الله الجاوي ولبان الذكر هذا لبان الذكر هانتوما لبان تكر كتر لي منه لأنه رائع تيطرد العين والحسد والتابعة وتيعطيكم طاقة إيجابية في ممشيتي تكوني عندك واحد النصرة عندنا هاد إن شاء الله ديال هاد هاد الريشة ديال الطوس عرفتو الطوس ديما مقبول فيه الألوان قد ما حل الريش ديالو تيكون مقبول غادي تكوني الملكه الى درتي هاد ان شاء الله هاد القبول اذا عدنا لبان الذكر كثير عدنا المسكه الحره عندنا عندنا هاد حب العشق او عين العفريت وعندنا ان شاء الله بحول الله وقوته المسكه الحره ولبان الذكر والعود القماري واوراق الغار اوراق السدر الحرمل السنوج الشبة والجاوي قيدوا هذا اللي قلت لكم وغادي ان شاء الله تلقاو عليهم اقبال كبير هانتوما وام الناس هي ام الناس شتوها وعدنا المسك المسك والورد المهم غادي تمشي عنده تعطيه الورقه وتك... الورقة وغادي إن شاء الله تقولي لي اعطيني هاد البخور أو قبول جمع لي هاد القبول وغادي يعطيه لك مهم توما كاع الأسماء اللي ذكرت لكم حاولوا أنكم حاولوا أنكم تجيبهم بإذن الله إذا أول حاجة هو حب العشق القرنفل لبان الذكر المسكة الحرة القرنفل الحرمل السنوج لدينا آه، عدنا هاد, هاد ديال الريشة ديال الطوس غادي ان شاء الله على نية القبول والتبخير آه، المسكة الحرة هو آه، فيه بزاف عدنا تا شجرة آه، أوراق آه، سيدنا موسى كل هاد الاسماء اللي ذكرت غادي ان شاء الله تجبدوهم تكتبوهم ان شاء الله وتشريهم خمسة خمسين درهم عطاني هاد الكمية كاملة ام الناس هاد المكونات شريتهم على اساس انني بغيت حظي وبغيت نجلب خطاب او نجلب الرزق او نجلب محبة الناس آه كل واحد علاش غيدير هاد الصيغه اول حاجه غادي تاخدي منديل ابيض او آه منديل ابيض او آه منديل ورق وغادي ان شاء الله ناخذ الريحه وغادي نرشها وانا تنقرا وزيناها للناظرين وزينا فلانة البنت فلانة للناظرين وزيناها للناظرين غادي نقرأها واحد وعشرين مرة وغادي نقرا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس واحد وعشرين مره وغادي نقرا اسم العزيز مئه مره وغادي ان شاء الله نصو غادي نتبخر به ونصو غادي نبدا نخوي عليه كاس الماء نوضع فيه معلقه من هذه العشوب ونضيف لهم ماء ساخن ونخليهم ليله كامله والصباح نقدر نضيفهم، نصفيهم، ونضيفهم إلى الماء الساخن، وندخل إلى آه، ندخل إن شاء الله بحول الله إلى الغرفة ديالي، ونخوي عليا داك الماء، إلا كنت غادي نتلاقى مع شخص معين، أو نتلاقى مع مسؤول في العمل، آه، مدير، أو أنني بغيت نتوظف، أو أي حاجة، غادي ندير هاد القبول، نعوم بهاد العشوب. را غادي ان شاء الله يعطوك طاقه ايجابيه اما العشوب اللي تبختيهم غادي ان شاء الله نشفهم في الظل وغادي نتبخر بهم حاولوا انكم تهزوا صريره من العشوب كل عشبه غادي نحط منها شويه ثلاث حبات حب العشق ثلاث حبات القرنفل قطعه من المسك قطعه من ام الناس وقطعه من آه، لبان الذكر ونوضع شوية من هذاك آه الريش ديال آه الريش ديال الطوس ونحاول كل حاجة ناخد منها شوية وندير شريرتي ما بين حمالة الصدر اذا والتبخيرة الوقت اللي نكون مجهل الوقت اللي نكون مجهل اي مكان غادي ان شاء الله نحاول انني نتبخر ونمشي ان شاء الله هزة صريرة ديالي عايمه بهذه الصريره ديالي عايمه بهذا المكون ونحاول انني نضيف الصريره الى حماله الصدر ونمشي نتوكل على الله وغادي يكون عندي نصره وقبول وهمه وشان وثقه في النفس وتكوني كالملكه اذا احبابي اذا عجبتكم الصيغه ما تنسونيش بلايك ودعموا القناه وفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته